خلال قمة المناخ كوب 26 في شهر نوفمبر عام 2021 ميلادية التي استضافتها مدينة جلاسكو الإسكتلندية، صرح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون تصريحا لافتا للنظر عن اختفاء 3 مدن عند ارتفاع درجة حرارة الكون 4 درجات حرارة عما هي الآن. وذلك حينما قال جونسون 4 درجات حرارة زيادة عما هي عليه الآن، ونقول وداعا ل3 مدن. وحدد جونسون المدن كالتالي: المدينة الأولى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكانت المدينة الثانية هي مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، ثم كانت المدينة الثالثة هي مدينة شنغهاي في الصين، أكبر مدن الصين من حيث عدد السكان والعاصمة الاقتصادية للصين. وتذكر التقارير أن هناك حوالي 200 مليون شخص في العالم معرضون لمخاطر كبيرة بسبب عيشهم في مدن يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر أقل من 2 متر، مما يجعلها عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر. وأظهرت الدراسات أنه بحلول عام 2100 يمكن أن يرتفع عدد الأشخاص المعرضون لمخاطر الغرق إلى 410 مليون شخص. أما عن الدول التي سوف تتعرض أجزاء منها للغرق بحلول عام 2100 عندما تزداد درجة الحرارة إلى 4 درجات عما هي عليه الآن، فهي بالترتيب كالتالي: الدولة الأولى هي الصين، تليها في الترتيب الهند، ثم بنجلاديش، ثم فيتنام، ثم اندونيسيا، ثم تليها اليابان، ثم تليها الفلبين. وسوف نلاحظ أن 7 دول الأولى من مجموع 18 دولة تقع في قارة آسيا. أما الدولة الثامنة فهي جمهورية مصر العربية في قارة إفريقيا. ثم ننتقل إلى العالم الجديد، أمريكا الشمالية، حيث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 9. وعودة إلى آسيا حيث الدولة رقم 10 بورما، ثم عودة إلى قارة إفريقيا حيث دولة نيجيريا، ونعود إلى قارة آسيا حيث دولة ماليزيا، وننتقل إلى قارة أوروبا عند الدولة التي تحتل المركز 13 بريطانيا، ونعود إلى قارة أمريكا الشمالية حيث المكسيك في المركز 14. عودة إلى قارة آسيا التي تستحوذ على نصيب الأسد حيث كوريا الجنوبية في المركز 15، واستمرارا في آسيا حيث باكستان المركز 16، واستمرارا في آسيا حيث العراق في المركز 17. ونختتم الدول البالغ مجموعها 18 دولة بإيطاليا في قارة أوروبا. وتذكر جميع التقارير التي قام بها العلماء إن لم يتخذ الإنسان إجراءات وقائية لمنع الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري وتؤدي إلى زيادة ثقب الأوزون وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة في الكون، مما يؤدي في النهاية
إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر في البحار والمحيطات، مما سيؤدي إلى كارثة غرق مناطق في دول أكثر من الدول 18 المذكورة.